فتحت البوابات لمشاركة شوط مهور الإنتاج، مهور الثلاث سنوات، شوط مفتوح الدرجات، شوط التكافؤ حتى تصنيف 70. جميع هذه الأسماء التي نراها سبقت لها المشاركة على أرض المضمار. هنا الانطلاقة تبدأ من يتصدر في هذه الأثناء. نشاهد هنا الصدارة تبدأ سريعة مع أنا خليجي على ما يبدو. ابن موفق ينطلق مع مهدي الحبيل إلى الصدارة، يحاول خطف السياج في هذه الأثناء، ينجح في ذلك. إذن أنا خليجي إلى المركز الأول في متابعة إلى ثاني المراكز من صفاحة ابنة هاينزفيلد مع عبدالله الفيروز، فيما المركز الثالث لروزنة الدانا ابنة بيبرس مع مهند الشمري، فيما المركز الرابع المحاولات من ضبع أحد الأسماء المرشحة، فيما نشاهد أيضا المركز الخامس ومحاولات في المركز الخامس للتحرك من قبل الجزيري على ما يبدو. هنا الصدارة لا زالت مع أنا خليجي ابن موفق، فيما صفاحة لا زالت في ثاني المراكز، ضبع في المركز الثالث، روزنة الدانة في المركز الرابع، أميرة المدينة تحركت في هذه الأثناء مع كذلك مسرود ابن ووردلي مع سلطان الميموني. المنعطف الأخير ال 400 متر الأخيرة، أنا خليجي المهر الأزرق إلى المركز الأول، يستحث مهدي الحبيل للهروب، فيما نشاهد صفاحة تحاول الدخول وكذلك نشاهد مسرود يأتي بكل قوة مع سلطان الميموني، وكذلك نشاهد الباسترو ابن كونفيرس يأتي إلى المركز الأول. الباسترو مع فواز والناس، منافسة ثنية ما بينه وما بين مسرود. الباسترو بطلا لخامس الأشواط. إذن الباسترو يضيف الفوز الثاني في سجله السباقي ويصادق على ترشيحات المحلل أحمد الفرماوي. ألف مبروك.